تاريخ 2016 بيشهد عن ولادة أضخم عمل مسرحي كنسي بشمال أمريكا، أوبرات النبي والغانية، كتابة وتلحين نزار فارس. أكثر من 40 مغني ممثل وراقص بيجتمعوا بقصة مشوقة من الكتاب المقدس، قصة حب ضايعة وقصة شعب ترك ربه ولحق الوثنية. جعدنا طفولتي وبلادنا، شيبنا حلم بحداتنا. ممثلين من كل اللهجات العربية ومن كافة الطوائف بيوصلوا رسالة مصالحة وسلام بزمن كترت فيه الخصومات والاضطهادات. قولك في رجا يا نفسي لجسد الخاطي والعاصي، قولك روحي في حاسي. للاستعلام أو لطلب عرض المسرحية بولايتكم ممكن تواصل على www.nizarfaris.com أو www.dozan.com. بس العبد بيتحرر، بالحق بيتحرر، حق الساكن جوا ثابت ما بيتغير. ريع هالعمل بيعود لخدمة اللاجئين السوريين والعراقيين بالشرق الأوسط. يا رب الوجود منك كل الجود.